طيب هنجاوب دلوقتي على أسئلة السوشيال ميديا. يلا بينا نبتدي نشوف الأسئلة اللي جت، وتابعوا دايما على البوستات اللي بتنزل على البيج حياتك أحلى مع سليم فؤاد. هتلاقوا في صفحة على الفيسبوك تقدروا تخشوا دايما تشوفوا بقى الأسئلة، بننزل البوست دوت. لو عندكم أي أسئلة للسوشيال ميديا بنجاوب عليها في الحلقات، وبحاول باستمرار تبقى معانا بشكل تقريبا يومي. تمام، يلا بينا نشوف الأسئلة. خلود، أنا ماشية على 7 خطوات بس باكل رز بكميات قليلة وبمنع الأكل تماما بعد المغرب، كده في مشكلة في الحرق؟ ومنعت السكر خالص ولا حتى سكر دايت. تمام يا خلود، مفيش مشكلة، انت كده تمام محافظة على ان كمية النشويات قليلة. كل ما تعوزي تخسي اكتر قللي كميه الرز اكتر او امنعيها خالص، تمام؟ لكن انت تمام ماشيه كده صح، وهتخسي ان شاء الله. لكن كل ما الواحد عايز يخس اكتر كل ما يقلل نشويات، بس ما يمنعهاش خالص، مش نعمل كيتو، لا نمشي على 7 خطوات بس تقللي. يعني ممكن ما تاكليش رز، يبقى الوجبه مثلا عباره عن شوربه سلطه، خضار ومعانا البروتينات، بس ايه، امنعي الرز خالص، ده لو عايزه تخسي اكتر او اسرع. تمام، السؤال اللي بعده. أم جنى، بقول لحضرتك، هو المجد ليه لازمة في التخسيس ولا الرجيم الأهم واجيبه علشان بيقولوا إنه بيلم الجسم؟ لأ، اللي هو الكرسي دوت ملوش أي علاقة بالخسسان، بل بالعكس بيخلي الجسم يعمل رهرطة أكتر، لأن العضلات إحنا لما بنشد الجسم بكرسي الجسم بياخد او بيريح بمعنى اصح على ان حاجه شداه، فخلاص بيريح ما بنعملش اي مجهود. لكن احنا لو قاعدين وشادين بطننا وشادين عضلاتنا يبقى بنمرن العضله على الشده دي. فبالتالي انا بنصح بعدم اللبسه، غير لو انت لابسه فستان او حاجه مثلا وعايزه تلمي حاجه لشكل مؤقت ساعه ساعتين للخروجه دي، بس مش تقعدي بيه على طول. شوف السؤال اللي بعده. منى، انا حامل في الشهر السابع والدكتور طلب مني انزل شويه في الوزن، كنت قبل الحمل عامله رجيم وكنت 90 كيلو دلوقتي 102 كيلو. تمام، انت دلوقتي في الشهر السابع زدتي 12 كيلو 12 كيلو طبعا يعني حاولي تحافظي انك ما تزيديش عن كده قوي، زياده ما بتبقاش للبيبي ولا ليكي، بتبقى في الاخر هو جسمك، هو الدهون اللي عندك بتزيد مش اي حاجه تانية، او البيبي بيكبر على الفاضي. فانتي اعملي 7 خطوات عادي جدا في الحمل، برضو اسالي دكتورك لو عندك اي مشاكل صحيه تمنعك من ده، ولكن 7 خطوات هتقلل قوي احتماليه انك تزيدي عن كده، لان الطبيعي في الحمل ان احنا نزيد من 9 ل 12 كيلو فقط، اي حاجه زياده عن كده بتبقى زياده عن الطبيعي. ال9 كيلو دول لو حد مليان اصلا جدا، لو حد رفيع لا بيزيد لغايه 12 كيلو بس، ده المعدل الطبيعي، اكتر من كده مش طبيعي. تمام، طبعا انا مش هتكلم عن نفسي لان انا الحقيقه كنت معديه كل الحدود وزدت 25 كيلو في كل حمل، بس اوقات بتبقى طبيعه قوي. ولكن انا لو ما كنتش محافظه على اكلي ساعتها كان ممكن ازيد اكتر من كده بكتير جدا، ممكن كنت ازيد فيه، من ناس بيزيدوا بال 40 50 كيلو بقى في الحمل، فهي طبيعه جسم. ولكن نحاول على قد ما نقدر نمشي على 7 خطوات، والنشويات نوعيه كويسه ونقللها، ما ناكلش ابدا لفردين، ناكل لفرد واحد والنوعيه هي اللي تكون كويسه. تمام، شوف السؤال اللي بعده. هويدا، أمي عندها ثبات في الوزن ولو نزلت من 3 ل 5 كيلو تقريبا وزنها داخل على 100، واخدت كورسات رجيم وللأسف الوزن مأثر على رجليها، أرجو الرد. تمام، بصي ممكن يعني هي لو ماشية على 7 خطوات بإذن الله هتنزل كويس جدا. لو هي وزنها ما بينزلش بسهولة يبقى لازم تعمل تحليل غدة وتحليل فيتامين د والهرمونات، تعمل تحليلات اللازمة اللي هي تشوف فيها هل في عطل معين مانع ان هي تقل بشكل كويس، ده اهم حاجه.